فضيلة الشيخ وفقكم الله، انتشر بعض الجوارب التي تصل إلى حد الكعبين من الأسفل، فهل يمسح؟ يقول انتشر بعض الجوارب التي تصل إلى حد الكعبين من الأسفل، فهل يجوز المسح عليها؟ لا، ما لا يستر الكعبين من الخف أو الجوارب لا يجوز المسح عليه، لأن بعض الرجل صار ظاهرا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.